قبل ما اخش على تفاصيل الكوره واسوان والسعود وماتش الزمالك والكلام ده كله، الناس بدات تقول احمد مصطفى بيبو اسم بدا يتكرر، بدا من الموسم اللي فات وانت بتختم مع اسوان في الدوري الممتاز، بدا مع صعودك مع اسوان في من الدرجه الثانيه، بدا بعد المباراه الرائعه اللي عملتها قدام نادي الزمالك. ايه حكايه بقى احمد مصطفى بيبو المدرب دي؟ بدات ازاي فكره المدرب دي؟ المدرب بسم الله الرحمن الرحيم. انا يمكن بطلت يمكن في 2008، ما كنتش خالص مفكر ان انا ادخل في موضوع التدريب ده، كان بعيد عن دماغي خالص. جه كابتن محمد حسن اللي بوجه له الشكر عن طريقكم، هو اللي قال لي انا شايف فيك ان انت تبقى مدرب كويس، دخلني في قطاع البراعم. قعدت كريم 5 سنين، انا من اسوان ومقيم في اسوان، حياتي كلها هناك. 5 سنين قعدت في قطاع البراعم، قمه الاستفاده اللي انا استفدتها كابتن محمد حسن مدرسه في الموضوع ده. بعد كده رحت قطاع الناشئين، اشتغلت مع فرقه 99، اشتغلت مع فرقه 97. الحمد لله كل فرقه كنت بمسكها كانت النتائج بتاعتها الحمد لله بنحقق نتائج كويسه. رحت بعد كده الفرقه الكبيره بعد كابتن عماد النحاس ما رحل على النادي، كان جه كابتن محمد عامر، اشتغلت معاه فتره، اشتغلت مع كابتن اسامه عرابي، كل ده في الدوري الممتاز. حصل هبوط للفرقه، مسكت مع كابتن عادل عبد الحميد، بعد كده كابتن مجدي عبد العاطي صعدنا بالفرقه. بعد كده اشتغلت مع كابتن كشري، اشتغلت مع كابتن سامي شيشيني، كابتن علاء عبد العال، لغايه بقى لما مشي كابتن علاء عبد العال انا مسكت كمدير فني السنه اللي فاتت اخر 7 8 ماتشات. اللي حصل ان بعد رحيل كابتن علاء عبد العال اللي بوجه له برضه الشكر عن طريقكم، عمل اللي عليه بس ما كانش فيه توفيق الفتره الاخيره. مجلس الاداره السابق بقياده السيد اللواء احمد سليمان والاستاذ مصطفى امين مشرف على الكوره وكابتن مجدي سبالك نائب رئيس النادي كانوا قعدوا معايا وقالوا لي ان احنا كان في ماتش سيراميكا، ماتش في النص، قالوا لي احنا بندي لكم الفرصه في الماتش ده ان انتوا تشتغلوا، وفي مدير فني جاي عشان في فتره توقف هو المدير الفني يقدر يشتغل فيها الراجل اللي هيجي بعد كده. تولينا المسؤوليه، قعدنا اسبوع كامل بنعد في الفرقه واشتغلنا ماتش سيراميكا، عملنا ماتش كويس، اتعادلنا 1-1، كان الشكل الحمد لله كان كويس فنيا تكتيكيا، قدرنا ندير الماتش الحمد لله، كنا خسرانين عملنا تغييرات. فواحد زي كابتن مجدي سبالك راجل كان مدير فني قبل كده وكان نائب رئيس النادي، قعد معايا وقال لي انت عملت كذا وعملت كذا، حاجات فنيه تدل ان في مدير فني احنا حابين ان هو يكون موجود معانا. فقالوا خلاص احنا المدير الفني اللي هيجي في الفتره دي مش هيكون احسن، مش هيعمل احسن من اللي انت عملته. فتولينا المسؤوليه اخر 6 ماتشات في السنه اللي فاتت، حصل اخفاق وقدر الله ما شاء فعل ونزلنا. كلمونا تاني ان هم جددوا الثقه فينا تاني ان احنا نكمل الموسم الجديد، ان احنا نقدر نصعد تاني بالفرقه. الحمد لله الحمد لله، يعني ابتدينا صح من الاول، ما حطيناش راسنا في الارض زي ما بيقولوا، لا ابتدينا وابتدينا بدايه قويه، مع بنينا على الفرقه اللي كانت معانا الموسم اللي فات، حطينا عليهم عناصر كويسه في بدايه الموسم، حطينا عناصر كويسه تاني كنا حاطين عينينا عليهم في شهر واحد. كل ده عمل معانا الفارق وصعدنا الصعود اللي حضرتك شفته قبل الموسم بيخلص يمكن ب5 مباريات رسميا، لكن كان اكلينيكيا زي ما بيقولوا كده من بدايه الدور الثاني احنا فرقنا عن اقرب المنافسين ب 12 بونت ولغايه دلوقتي احنا 16 بونت وبحمد ربنا سبحانه وتعالى على توفيقه. يعني بص انا هتكلم معاك بصراحه شديده. اتفضل. اسوان اكيد فرقه مش ميسره الحال، مش من الفرق الغنيه مثلا، من الانديه اللي ظروفها سهله. وبصراحه دوري الدرجه الثانيه للناس اللي ما تعرفش انه بقى في صرف بقى تحت، في صرف كتير، يعني الناس فاكره انه سهل انك تصعد من دوري الدرجه الثانيه وبفرق نقاط كده، ده سهل جدا، مش انت بتشتغل في الممتاز بالظبط، بس الامور كانت صعبه. تعاملت ازاي مع الصعوبات دي؟ اول صعوبات اكيد مستحقات لاعبين واكيد عقود لاعبين واكيد منافسه مع انديه اخرى بالامور الماليه، مش بتكلم على تمام. امور كلها صعبه، تعاملتوا ازاي مع الوضع ده؟ الفرقه اللي كانت بتنافسك كابتن كريم كان في صرف كبير، فريق كيما اسوان اللي انا يعني بتمنى لهم التوفيق الموسم الجاي، كان صرفت السنه دي صرف كبير. اللعيبه اللي عندك شايفه الصرف اللي حواليها ماشي ازاي، مكافاتهم ماشيين ازاي، الدنيا ماشيه ازاي كلها حواليهم. بس انا كان معايا كريم بالسنه دي لعيبه، يعني بوجه لهم الشكر عن طريقكم، لعيبه قلما، وقلت الكلام ده في كل حته، قلما تلاقيها موجوده في مكان واحد. لعيبه على المستوى الاخلاقي، لعيبه على المستوى الفني، لعيبه على المستوى
كل المستويات، المستويات الاجتماعية مع بعض قاعدين في فندق واحد. انت كريم لو انت في جامعة وفي زي ما بيقولوا قاعدين مع بعض طلبة او حاجة زي كده هتلاقي مشاكل كتير، لكن هم قاعدين اكتر من 20 لعيب مع بعض مفيش مشكلة، مفيش حاجة، مفيش قدامهم غير التمرين، الصلاة، رايحين اكل، شرب، الكلام ده كله. اي مشكلات هم بيحتووها، يعني زي ما بقول كان في لعيبة كبيرة معاهم بمثابة مدربين معانا، يعني احنا بنسند لهم مهام برضو معانا. كل الحاجات دي بلورت ان اي مشكله كانت بتقابلنا خصوصا المشاكل الماديه بنقدر نسيطر عليها اول باول، وما اكثرها يعني كان السنه دي. صعوبات، صعوبات كتيره قوي في القسم الثاني بالذات في مجموعه الصعيد. الناس كلها تقول لك مجموعه الصعيد دي اسهل مجموعه، لا مصر. يعني جغرافيا صعب. انا كاسوان عشان لعب السنه دي 4 ماتشات في ملعب الاسيوطي، ملعب الاسيوطي 1000 كيلو، بنزل القاهره قطر وبروح وبات والعب وارجع تاني قطر، فالموضوع صعب. زائد بتلعب في بعض الملاعب لا تصلح، كل دي صعوبات برضو بتواجهك. انت برضو بتقابل فرق مجهولة بالنسبة لك بتعمل معاك نتائج، عكس لما يكون فرقة معلومة بالنسبة لك بتقدر تشتغل عارفهم الكلام ده كله. كل دي صعوبات موجودة. واكبر صعوبات كانت بالنسبة لنا تاني ماتش، احنا يمكن خسرنا من المنيا هناك، كانت العملية صعبة شوية ان انت تاني ماتش تخسره وانت بتنافس المفروض المنافس الرئيسي. الحمد لله يمكن الاخفاق بتاع المنيا واخفاق ان احنا تعادلنا اول ماتش في الدور التاني، بعد كل اخفاق من دول كان في انطلاقة، وانطلاقة كبيرة. يمكن بعد خسارة المنيا التاني ماتش في الدوري كسبنا بعدها 6 ماتشات على طول. اول تعادل في الدور التاني مع سوهاج كسبنا بعده 8 ماتشات على طول، جبنا 24 بونت، ودول اللي فرقوا معانا في الدور التاني والحمد لله يعني. طيب